مرحبا مرحبا مشاهدي قناه اهلي، مرحبا بالاخوه المصريين. اهلا بك. عايزين بس نعرف من حضرتك تفاصيل او رايك في مغادره رزاق حمد الله اللي هو مهاجم النصر السعودي وهداف الدوري السعودي برصيد 34 هدف بعد وديه المغرب الاخيره، وهل فعلا الاستبعاد ده او رحيله كان بسبب الاصابه ام بسبب خلافات بين اللاعبين؟ لا اعتقد ان ذلك تم بسبب الاصابه. المشكله هو ان ربما هناك سوء تفاهم بينه وبين اللاعب فيصل فجر، ابتدى هذا المشكل من ضربه جزاء، ركله جزاء التي اعطاها الحكم في الدقائق الاخيره لصالح المنتخب المغربي. كان حمد الله يرغب في تنفيذها، اولا لان حمد الله كان لثلاث سنوات تقريبا غائب عن المنتخب الوطني عن النخبه المغربيه، وكان يريد ربما ان يدخل جو المجموعه وينسجم بسجله لذلك الهدف، الا ان لاعب فيصل فجر لم يتقبل الامر واصر على ان يكون هو المنسي. المشكله هو انه عندما نفذ ضربه جزاء واضاعها حمل المسؤوليه لحمد الله وقال بانك انت من افقدتني التركيز وضيعت ضربه جزاء. هذه هي الاخبار التي وصلتنا من معسكر المنتخب الوطني، وان كانت الجامعه اخبرت لها ان حمد الله غادر بسبب الاصابه، ولكن الدكتور هيفتي دكتور المنتخب الوطني صرح اليوم بان حمد الله لم ياتي الى عيادته، وبالتالي لا اعتقد بان كانت هناك اصابه بقدر ما كان هناك سوء تفاهم، لان ربما الحمد لله بحكم انه غائب عن المنتخب لسنوات، اللاعبون الاخرون ربما اقل انسجاما معه واقل تفاهما معه، وجد نفسه وحيدا في المعسكر، حاول ان يدخل في جو المجموعه ولكنه لم يتاتى له ذلك. واعتقد ايضا ان المدرب رونار ربما فقط كانت عليه ضغوطات لدعوه هذا اللاعب، ربما المدرب مرتاح اكثر من مره لانه يرغب في ان لا يتعامل الا مع اللاعبين الذين اشتغل معهم لمده ثلاث سنوات، والحمد لله لم يشتغل قط غاب منذ فتره مدربته غائب عن المنتخب، وبالتالي كان يفضل بوطيب على حمد الله، لانه كان من السهل جدا ان يجري صلحا بين اللاعبين، ولكن ربما كانت لديه كان يفضل ربما حتى ان لا يحرجه حمد الله بتواجده، وكان يفضل بوطيب لان بوطيب اشتغل مع الفرق اشتغل معه في الفرق الوطني لما يزيد عن ثلاث سنوات، وبالتالي ربما كان واضحا بكل صريحته بانه يفضل المجموعه التي اشتغل معها والتي كانت معه في روسيا وكانت معه في عده مناسبات اخرى. هل الخلافات اللي موجوده او يعني ضرب الجزاء مثلا حصل فيها خلاف ما بين اثنين لعيبه، هل ممكن تاثر على منتخب المغرب في البطوله؟ لا اعتقد بانه فعلا هو مشكل تافه، ما كان يستحق كل هذه الضجه. هي الجامعه المغربيه والمسؤولين حاولوا فعلا اخفاء هذا الموضوع والقول لان سبب المغادره والاصابه، ولكن تبين فيما بعد الاصدار التدريبات التي جاءت من معسكر المنتخب بان هناك خلافات بين المجموعه من اللاعبين واللاعب حمد الله، خاصه انه ان حتى المنتخب المغربي يوجد فيه مشكل كبير الى جانب المنتخب دول شمال افريقيا الاخرى باستثناء ربما المنتخب المصري، هو ان هناك جل اللاعبين يحملون ثقافة الأوروبية بحكم أنهم أغلبهم ولد في أوروبا، والحمد لله من اللاعبين المغاربة الذين ولد في المغرب ويحمل ثقافة مغربية، وبالتالي ربما حتى هذا العامل لن يساعد على الانسجام مع فيصل فجر الذي ولد في فرنسا، مع حاكم الجيش الذي ولد في هولندا، مع ابن عطية الذي ولد في فرنسا وغيرهم، واعتقد بان هذا ايضا الاختلاف الثقافه التي يحملها اللاعبين ربما ايضا شيئا ما معرقل في اصول الاطلاق.
عكس مثلا المنتخب المصري الذي يجد قبل جوج اللاعبين ولدوا في مصر حتى وان كانوا محترفين في الخارج، ولكنهم قبلوا الى 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 الخارج كانوا قد مارسوا في الاعيد كذلك الى اخره، في حين انه في المغرب نلعب اكثر في السنوات الاخيره للاعبين المولودين في اوروبا، ابناء الجاليه المغربيه الموجوده في اوروبا جلهم لم يستطيع له ان مارس في البطوله المغربيه، بل ان جلهم ربما يحمل ثقافه البلدان التي ولد فيها اكثر من يحمل ثقافه المغربيه. اخر سؤال استاذ عبد الواحد، توقعاتك مين يفوز بالكان 2019؟ اعتقد انه وضعتني امام سؤال حرج جدا، لكن لا اعتقد بانه سيخرج عن المنتخبات الكبيره في افريقيا. مصر ربما، المغرب ايضا، الجزائر وتونس، وايضا ربما نيجيريا، وقد تحدث الكاميرون بعد المفاجاه، والكوت ديفوار ايضا، وان كان الكاميرون في السنوات الاخيره وقعت فيه مشاكل وقعت انخفاض في المستوى، ولكن اعتقد بانه تبقى هذه المنتخبات الكبيره في افريقيا. اعتقد انه مصر ستستغل التواجد امام جماهيرها، واعتقد ان مصر استطاعت ان تفوز بالالقاب حتى وهي لم تكن انذاك تملك محترفين كثر، فقط محترف او محترفين، ومع ذلك استطاعت لثلاث مرات متتاليه تفوز بالكاس، وبالاحرى اليوم تملك مصر محمد صلاح وهو ربما من احد افضل لاعبي العالم وليس فقط احسن اللاعبين الافارقه. اعتقد ان مصر مرشح فوق العاده، واعتقد ايضا ان للمغرب حظوظ ولتونس حظوظ وللجزائر حظوظ، بالاضافه الى الكوت ديفوار والنيجيريا والكاميرون. شكرا. وربما السنغال. شكرا استاذ عبد الواحد، واهلا بيك واهلا بكل المغاربه في القاهره، تنورونا، وبالتوفيق ان شاء الله للمنتخب المغربي. يمكن انا تعليقا بس